التي بدأ يؤكد أيضا هذا الحضور وهذه المنافسة هنا انطلاقات رياضة الأباء والأجداد. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقتنا في أشواط هذه الفترة الصباحية والمحددة بثمانية عشر شوطا في سن جديد، بداية كيلومترات جديدة ومسافة جديدة سوف تنطلق في هذه الهجن هنا، بادية بانطلاقات ومنافسات المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة الذي انطلق على هذا الميدان ويستمر حتى 13 من أبريل عام 2015 برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي أعلن هنا انطلاقات هذه البداية الأولى. إذا نسير مع المقدمة نطالع أول الأرقام أول الأشواط، حيث ينطلق على بركة الله هنا شوطنا الأول وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل في رحلة الستة كيلومترات التي تبدأ بها إثارة ومنافسة هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تعلن هذا الانطلاق وهذه البداية الأولى. انطلق الجميع والكل يتابع أيضا مسار الشوط الأول وإمتاع الانتصار وناموس الشوط الأول الذي يعرفه الجميع. أذهب بالمقدمة وهنا هملول اللي تبدأ المركز الأول علي بن سلطان بن علي العرياني، بينما المركز الثاني بادية بداية قوية شواهين عبد الله بن حمد بن مسعود العمري المركز الثالث، وجود الذيبة في المركز الثالث أحمد بن سعيد المزروعي التي تعلن تواجده في المركز الثالث، بينما المركز الرابع الذي يعلن هذا التواصل. نشوف هنا انقسام من البداية في هذه المراحل، ونتابع أيضا وجود الشاهينية اللي تأتي على المركز الرابع سالم بن مغير بن سالم العميمي، بينما المركز الخامس يا سلام هي الشاهينية أحمد بن سيف بن عتيج الحميري. هذه أسماء الأولى التي أبدأ بها دائما من خلال مسار هذه الأشواط. أنتظر أيضا وجود بعض الأسماء التي ستنضم إلى هذه البداية الأولى، بداية المنافسة بداية التحدي بداية الانطلاق على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله انطلقنا من البداية وبدينا أيضا نؤكد هذا الاندفاع الأول الذي يحمل أول كيلومترين من مساري انطلاقته ومسار اندفاعه في هذا الشوط الأول. العودة إلى المقدمة وهنا بداية قوية بداية منافسة ثنائية على مقدمة هذا الشوط، شواهين عبد الله بن حمد بن مسعود العمري الذي يبدأ أيضا في هذا الشوط ويعلن أن هذا الشوط هنا مع بدايته يحمل هذا الانطلاق. ستة كيلومترات إذا في هذا الشوط الذي يبدأ هنا مع إذاع أبناء القبائل، والجوائز التي رصدت هنا لهذه الانطلاقة هي سيارة للمركز الأول بالإضافة إلى الجوائز النقدية التي يعرفها الجميع القيمة كما يقال للمراكز العشرة الأولى. هنا بدأنا مع المقدمة والمركز الثاني، نذهب إلى هملول علي بن سلطان بن علي العرياني الذي يجدد أيضا هذه البداية وهذه المنافسة من انطلاق هذا الشوط، يبحث عن جديد يبحث عن انطلاقه. وإذا هنا شواهين وهبلولة المتقدمات في هذا الشوط إلى المركز الأول والرحلة التي تبدأ في بحث عن ناموس أول في هذا السن. المركز الثالث أعود إلى المركز الثالث وأتابع الشاهينية سالم بن مغير بن سالم العميمي الذي يبدأ مع المركز الثالث والمركز الرابع. يا سلام هنا الشاهينية أحمد بن سيب بن عتيج الحميري في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. ثلاثة كيلومترات بدينا بعده وانطلاقة ونهاية، ونبدأ مع الثلاث الباقيات في هذا الاندفاع وفي هذه الانطلاق. المركز الخامس ظهرت هنا إبداع سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي الذي يشارك أيضا في هذه الانطلاقة والذي يبحث عن جديد التنافس على أرضية هذا
الميدان. بدأ الإبداع وبدأت رحلة التحرك النهائية مع هذه الرحلة. الأسماء بدأت الآن تبديلات، والمركز الخامس عليه أيضا العيون للدخول إلى دائرة النداء. ما شاء الله، هنا ظهرت أيضا في المركز الخامس متعة خاطر بن سالم بن عامر الزرعي الذي ينطلق مع متعة البداية، متعة الفوز بالمركز الأول. مشاهدينا الكرام، هي متعة ما بعدها إمتاع. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة والمقدمة وانفراد من البداية في هذه اللحظة بالصدارة. محاولة الابتعاد من شواهين عبد الله بن حمد بن مسعود العمري اللي يتواجد مع مقدمة هذا الشوط. وهنا شعار مغير بن سالم بن مغير العميمي، يا سلام، مع الشاهينية، مع الشاهينية، ولكن تدخل قادم من الشاهينية أيضا لأحمد بن سيف بن عتيج الحميري، دخول ثلاثي على المقدمة. ولكن أتابع اللي قدم أيضا خاطر بن سالم بن عامر الزرعي. يا سلام، منافسة خليجية متواجدة في هذا الشوط. والمركز الرابع يظهر هنا في المركز الرابع من خلال هذه المشاركة مملكة سعيد بن محمد بن مبارك الاجتبي، مع وجود مملكة في هذه اللحظة. إذا هنا بدأنا وأيضا 2 كيلو الأخيرة، وأقول 1800 متر الباقية من نهاية هذا الشوط والتي تحدد هذا المسار الأول. انطلقنا وأشوف المملكة بدأت تسيطر، المملكة بدأت تمتلك المركز الأول في هذه اللحظة وفي هذا المسار. ما شاء الله، مملكة مع هذه البداية. سعيد بن محمد بن مبارك بن سلطان الاجتبي يقدم أيضا هذا الاندفاع الأول، وهذه اللحظة المتميزة في اندفاع هذا الشوط. بينما المركز الثاني وجود متعة خاطر بن سالم بن عامر الزرعي مع المركز الثاني. وشودة وصلت هنا سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. بدأت شودة تظهر مع لحظاتي هذه البداية. عزف النهاية بدأ الآن مع الاقتراب مشاهدينا الكرام من لوحة الإعلان. 1200، نذكر المضمرين، نذكر أيضا الملاك، نذكر المتابعين واللي يبون يتعرفون أيضا مع هذه اللحظات. يا سلام، شودة والمملكة، المملكة سعيد بن محمد بن مبارك الاجتبي مع المقدمة. وشودة بدأت الآن تفرض الإيقاع. شودة، سعيد بن راشد بن حمد بن غدير المحنك بدأ الآن ينطلق مع المركز الثاني، وتعود في المركز الثالث متعة خاطر بن سالم بن عامر الزرعي. هذه أسمانا، ولكن المملكة سجل ودون يا من تدون أيضا هذه الانطلاقة، هذه البداية الأولى. يا سلام، السيارة الرابعة تذهب بها مملكة، وهي مملكة امتلكت ما شاء الله وتبارك الله، تطير ترقص هنا بين هذه اللحظة، طيري إلى الناموس الأول، إلى الانطلاقة. ما شاء الله، تابع يا من تتابع، شوف هذه اللقطة الجميلة التي ترصدها عدسات دبي ريسينج. يا سلام، مشكور يا شعفور، يا سلام يا سلام يا سلام، اندفاع قوي وانفراد ما شاء الله وتبارك الله. تفرض الإيقاع، تعلنها منطلقة في هذه اللحظة في توجه سليم. أقول المملكة، مملكة الشوط الأول، مملكة الناموس الأول، هنا تذهب مع مملكة. سعيد بن محمد بن مبارك الاجتبي يتفوق في هذه الانطلاقة، يحقق انتصار أول هذا الصباح. المملكة إذن في المركز الأول، سعيد بن محمد بن مبارك الاجتبي في هذه اللحظة وهذه الانطلاقة الأولى. بينما المركز الثاني فارق الكبير ما شاء الله وتبارك الله في هذه اللحظة. المركز الثاني مرموقة راشد بن سلطان بن محمد المنصوري، المركز الثالث متعة خاطر بن سالم الزرعي، والمركز الرابع شودة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز الخامس أملولي راشد بن علي بن سعيد بن علي الزرعي في هذه اللحظة وهذه البداية. ما شاء الله، بدينا وشعفور شعلة للبداية، شعلة هذه الانطلاقة اللي بدأت الآن بهذه القوة. نعود للتوقيت، نشوف التوقيت، نراقب التوقيت. يا سلام يا سلام، يوم موفق ما شاء الله الذي تحمله أيضا هذه الانطلاقة الأولى. 9 دقائق 9 ثواني
أربعة من الأجزاء من الثانية، ستة كيلومترات. مشكور مشكور يا سعيد بن محمد بن مبارك الاشتبي على هذا الاندفاع وهذه البداية الأولى. مملكة وهي مملكة المركز الثاني كانت مرموقة راشد بن سلطان بن محمد المنصوري اللي طارت مع البداية الأولى وأيضا انطلقت مع هذه اللحظة في المركز الثاني. يا سلام تصل في هذه اللحظة وأيضا نقول 9 دقائق 20 ثانية، 8 من الأجزاء من الثاني ومركزنا الثالث. كانت متعة خاطر بن سالم بن عامر الزرعي، يا سلامي عليك. أيضا أبناء السلطنة أيضا قادمون بقوة للتنافس في ميدان المرموم، وسوة بإخوانهم من دول مجلس التعاون. يا سلام هذه، ولكن نتابع المقدمة بالفعل هي متعة خاطر بن سالم، ونشوف توقيت زمني 9 دقائق 23 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية. يوم جديد، يوم موفق، يوم التوقيتات إن